السلام عليكم. وعليكم السلام. أخباركم كل عام؟ إن شاء الله اليوم آخر درس حيكون عندنا في دورات التقوية الصيفية تبعنا. هاي التمرين يعني التمارين اللي إجت في السنوات الماضية من الوزارة. هذول الكلمات الفوق. طبعاً بالوزارة أنا حبيت أضيف شغلة يعني. الوزارة هم يجيبون خمس كلمات، عفوا ست كلمات وخمس فراغات، أنا جبت لكم ست فراغات حتى نخلي كل كلمة بفراغ، إحنا جاي نشرح. احنا جاي نشرح هذا كله هو توضيحي واختبار الامتحان الوزاري ان شاء الله. تبع الفني هوم هنا شنو الكلمه المناسبه مو معناها البارت اوف سبيتش المناسب هذا. بما انه كلمه هوم children need a happy home شنو باجي يعني. بس انا لازم هم شنو اعرف فد كلمه بالجمله يعني مثلا بيتش ها دراوند rescued هذه كلمات احنا ماخذين يعني مثلا كلمة rescued شو معناها؟ ينقذ زين ومن هو اللي ينقذ بالاسماء اللي عندي انا؟ هسه اريد طالب من الطالبات تختار لي جملة وتحلها وتشرحها يس احنا هسه دورنا احنا بس فعل واحد يعني هسه احنا هنا نور يس شنو احتاجين هنا احنا اللي نعرفه هسه مبدئيا انه لازم شو نخلي هنا نعم انا ابي نور اختار اتوقع ان اثنين تو نعم يلا شو تقولين يس انفايرمنت وعنده هو يس عافيه اذا هنا راح نخلي شنو government should ban smoking in all public places هذه كانت اخر جمله في تمريننا ان شاء الله نكون قد وصلنا لكم معلومه بهذا الموضوع وختامها ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في نهايه الدوره الصيفيه. كان معكم الاستاذ محمد خسرو مدرس اللغه الانجليزيه الصف السادس اعدادي في مدارس آل الرسول.